يوتشر ومنتخب مصر اللاعب الخلوق المحترم ابن محافظة كفر الشيخ أحمد رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كورة وبص في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. يا وجع قلب عليك يا خويا نجوم كرة القدم المصرية، ينعون أحمد رفعت. نعى عدد من مشاهير الوسط الرياضي المصري وفاة لاعب مودرن فيوتشر ومودرن سبورت والمنتخب الوطني أحمد رفعت. توفى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح اليوم السبت وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن سبورت بما سماه الجديد. وصرح مصدر لموقع مصراوي أنه تقرر دفن وإقامة صلاة الجنازة في قرية أبشان بمركز بيلة محافظة كفر الشيخ، مركز بيلة محافظة كفر الشيخ، بعد صلاة ظهر السبت. لمزيد من التفاصيل تابع معايا الحلقة. موعد ومكان تشييع جنازة لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت. توفى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح اليوم وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن سبورت بمسماه الجديد. وصرح مصدر لمصراوي أنه تقرر دفن وإقامة صلاة الجنازة في قرية أبشان بمركز بيلة محافظة كفر الشيخ بعد صلاة ظهر اليوم. يذكر أن مودرن سبورت أعلن صباح اليوم وفاة لاعبه أحمد رفعت، وجاء في بيان مودرن سبورت ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره. يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر، أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثرها إلى المستشفى ليتوفاه الله بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت ليه يوم 11 مارس 2024. اختتم البيان طبعا بقلوب يعتصرها الحزن، لا نملك إلا الرضا بأقدار الله. يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة لاعب منتخب مصر ومودرن فيوتشر وجماهير الكرة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته ويسكنوا فسيح جنته، ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان على فراق أحمد رفعت. جمال شعبان يكشف الأسباب المحتملة لوفاة أحمد رفعت. علق استشاري أمراض القلب جمال شعبان على وفاة لاعب نادي مودرن سبورت أحمد رفعت صباح اليوم وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن على الحساب الرسمي فيسبوك. وردا على سؤال أحد المتابعين حول تشخيص الحالة الطبية لأحمد رفعت، قال حصل خلل كهربائي خبيث في القلب نتيجة جلطة في الشريان التاجي، نجا منه أول مرة ثم تم تركيب دعامة وحدثت انتكاسة. أضاف غالبا جلطة جديدة أكبر واختلال كهربائي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب رحمة الله عليه. وتوفى أحمد رفعت صباح اليوم السبت، وسوف يتم تشييع جنازته ظهر اليوم إن شاء الله السبت في مركز أبشا، قرية أبشا، مركز بيلة محافظة كفر الشيخ. أحمد رفعت على فكرة يا جماعة كان من اللعيبة، يعني اللعيبة يعني الخلوقة جدا المحترمة جدا، من بعض اللعيبة اللي أنا بصراحة الحقيقة ما شفتلوش أي مشكلة ولا شفتله أي تطور في مشكلة في الوسط الرياضي، عمرنا ما سمعنا عنه حتى لما كان لاعب في نادي الزمالك، كان على خلق عالي جدا. على فكرة أحمد رفعت كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للنادي الأهلي، وقد تمت كل شيء ولكن حصلت إصابة ليه، هو دي طبعا اللي بعدته على الانضمام إلى النادي الأهلي. تفاصيل وفاة أحمد رفعت وأمنيته الأخيرة وإعلان صفقة الأهلي.
بيقولوا خدمة إخبارية يقدمها الوطن سبورت لقراءته يوميا، نسلط الضوء على أبرز التصريحات الرياضية وآخر المستجدات والملفات المختلفة في المسابقات. تفاصيل وفاة أحمد رفعت، ركز معايا كويس قوي في السطور اللي جاية دي. تفاصيل الوفاة طبعا عبر حسابه الرسمي نادي مودرن سبورت أكد على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. قال نادي مودرن فيوتشر: يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر، أثر تدهور حاد في حالته الصحية مرة أخرى، تم نقله على أثرها إلى المستشفى ليتوفاه الله بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت لي يوم 11 مارس 2024. تابع البيان: بقلوب يعتصرها الحزن، لا نملك إلا الرضا بأقدار الله. يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، أعلن نادي مودرن فيوتشر على وفاة أحمد رفعت. كان رفعت طبعا اتعرض للأزمة دي، واتعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري قبل أن يتم نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج ويخرج بعد أن تحسنت حالته الصحية تدريجيا. عايز أتكلم معاكم شوية عن الحاجة دي يا جماعة. مفيش حد كبير عن المرض، ومفيش حد كبير على الموت. كلنا هنموت، وكلنا هنشرب من نفس الكاس، وكلنا هندخل نفس الباب. القبر باب وكل الناس داخله، والموت كاس وكل الناس شاربه. أنا عايز بس أقول للإعلام الرياضي وأقول لكل ناس فاكرة إن هي ملهاش ساعة، لا طبعا، إحنا ما نقدرش نقول حاجة غير لأحمد رفعت إن ربنا يرحمه ويتغمده برحمته، تكون رحمة واسعة، ويسكنه إن شاء الله فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويبعده عن النار، ويعني يثبته عند السؤال. أحمد رفعت كان من اللعيبة الخلوقة جدا واللعيبة المحترمة اللي أنا بحبها على المستوى الشخصي. حاجة كده جت في الرياضة المصرية محدش حس بيها، ورحلت برضو محدش حس بيها. ده اللعيب المحترم، ده اللعيب الخلوق، ده اللعيب اللي لازم كلنا ندعيله، ده اللعيب اللي لازم كلنا نفتكره. عمره ما كان ليه أزمة، عمره ما عمل لفظ خارج تجاه أي جماهير في مصر، عمره ما خدش الحياء زي لعيبة كتير من نادي الزمالك خدشت الحياء أمام مصر وأمام العالم كله في بعض مباريات النادي الأهلي. البقاء لله أحمد رفعت، وداعا أحمد رفعت. كنت وما زلت رمز من رموز الاحترام في الكرة المصرية. إنا لله وإنا إليه راجعون. طالب من حضراتكم إن انتم تشيروا الفيديو ده عشان كل الناس تدعي لأحمد رفعت، وكل الناس تدعي له بالرحمة والمغفرة، وإن يصبر أهله بإذن الله تعالى. شكرا يا صديقي إن انت كملت معايا الحلقة للنهاية. أشكرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.